إذا صورة ناصر والآخر عبد الله. إذا الفريق الشبابي يحتاج الوقت، الفريق الشبابي يحتاج. كرة شبابية ملعوبة للأمام، محاولة خطيرة، هل فيها حالة تسلل؟ الكرة ما فيها شيء، هدف أول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الليث ومن أول كراته وسدد وسجل أول أهداف الليث. قايل لك الأسد يبقى أسد والليث يبقى ليث، مخيف. هنا الكرة الطويلة اللي كسر فيها مصيدة التسلل. يا عين عيني عليك يا ناصر، حلوة منك يا ناصر، حلوة منك يا قائد الفريق الشبابي. بعد ربع ساعة أولى كانت للدانة، هنا أول كرات الليث وأول أهدافه. حلوة منك يا شباب بعد أن ترك اللعب لفريق الخليج الشباب. محاولة بعرضية من الحارثي، يا سلام على قائم بعيد، ولكن رأسية للمرة الثانية. كرة ما فيها تسلل، كنترول، محاولة تبقى للشباب، عرضية على قائم أول، ضربة زاوية والمساندة في الشق الدفاعي، ولكن كرة كانت محاولة من ناصر البيشي. كرة من القائد وفي نفس المكان على يمين رائد، كرة تلعبها القائم البعيد، محاولة ولكن لا. في الشباب في دوري الدرجة الأولى، الشباب اللي فاز بخمسة 82 الأسبوع التاسع، ومباراة الذهاب انتهت بأربعة أهداف لفريق الشباب الأسبوع الرابع عشر، ولكن وصلنا في 2015-2016 لدوري جميل عندما كان المسمى دوري بالرياض وملعب الدرة تحديدا. مباراة انتهت سلبيا، ولكن مباراة الثانية أيضا في هذا الملعب، أو عفوا في استاد الأمير محمد بن فهد هناك في الدمام الأسبوع السادس عشر، إن انتهى أيضا شبابيا بهدف أو بهدفين مقابل هدف، معنى ذلك فارق الهدف. مباراة اللي انتهت بهدف إسماعيل مغربي في الدقيقة الحادية عشر، وهدف ريال 2003 مباراتين في الدوري قادم من شباب الأنصار في 2019. ولكن شوف الكرة البكرية في 16 مباراة، كرة خلجاوية مقطوعة من ناصر البيشي، يا سلام اللي تقدم وصل كسب مساحة في الشوط الأول من أمام الربع، ذياب والشعيفي وفريج والشنقيطي، ولكن خروج الشعيفي ودخول كادت أن تمر من الحارثي، ولكن الآن وصلت إلى ناصر. يا عيني عليك، مهاري ما شاء الله مميز، وصلت سهل عند الشنقيطي. عاد كرة إلى رائد، رائد لعبها للأمام، وصلت سهل عند القائد ناصر البيشي. الشباب اللي يضع أكثر من فرصة محققة، دانا عند عبد الله آل سالم، مرر كرة في جهة يمنى، قطعها ناصر البيشي، ولكن كرة فيها شد وفيها ادفانتج وإتاحة فرصة من حكم المباراة فهد الزراني. كرة تمرر من في المنتصف صباحي، كرة وصلت الآن إلى القائد ناصر البيشي، لعب كرة أقصى حسين السلطان، كرة وصلت للشمري، من الشمري كرة في المنتصف الآن ناصر، تمريرة رد لفيحان ولا تغيير اللعب. يا عيني عن نظرة الثاقبة منك، يا عادت للخلف صباحي، سلم كرة للبيشي، بيشي واللي ممكن يمرر لصباحي بالشمري، والكرة الطويلة بعد ذلك كرة تصل من ناصر، جات أقصى اليمين عادت بيس، كرة طالت على هشام، عادت عند ناصر البيشي، لكن أيضا طبقا لبيان اتحاد القدم بهدف إقرار الدوري الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين. أقصى اليسار، عودة إلى الخلف عند ناصر، ناصر والتسديدة إلى وين الشبابي. شوف هذا ناصر وضربة الزاوية للشباب في آخر أربع دقائق لعب، كرة تلعب ودوريات الفئات السنية لا تسلط عليها الأضواء، أيضا لا تجد اهتمام جماهيري أو إعلامي كما هو حاصل في دوري الكبار، ولكن حينما تكون مشاركة في الدوري الرديف متاحة للاعبين اللي أعمارهم ما بين 20 إلى 23 سنة، في هذا العمر يوجد كثير من اللاعبين اللي توقفوا أيضا على اللعب وقناعة ما يبدو بهذه النتيجة. كرة الآن شبابية ونصف مباراة وصلت للساعة و45 دقيقة. حلو حلو هالتعديل
الى سطام الشامبري اللي بدوره مرر كره الى القاعد بيشي، تغيير اللعب الناصري. يا سلام.